تفضل يا ابو احمد. ابو احمد. الو. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. اقول لك طال عمرك في واحد عنده عمارة. الو. نعم. في عنده عمارة مأجرها ب200,000. نعم. على عدة اشخاص. طيب. يدفعون له على 4 قصاص سنويين، فقال لي اذا دفعت لي انت ايجار العمارة بالكامل مقدما اخصم لك 10% وانت تستلم الجنة، هل فيها ربا؟ نعم هذا هو الربا، ما يجوز هذا. هذا بيع دراهم بدراهم اكثر منها. طيب شكرا. حياك. احسن الله اليكم.